يعطيكم العافية يا سابع، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله اليوم بدنا نكمل عن سلم الزمن الجيولوجي. أحكينا كيف إحنا يمس سميناه سلم عشان الأحداث بتتدرج فيه من الأقدم إلى الأحدث، واتفقنا يامس إنه دايما تحت بحط الأحداث القديمة وفوق شو بحط الأحداث اللي هي الأحدث. طبعا إحنا بالسلم الزمن الجيولوجي بدنا ناخد تدرج الكائنات الحية حسب مين ظهر أول ومين ظهر بعدين. في عنا يا مس السلم الزمن الجيولوجي قسمناه قلنا لدهرين، الدهر عبارة عن مدة زمنية، أنا ما بعرف بالضبط قد إيه مقدارها، بس دهر الحياة المستتر قدروا إنه هو 4600 مليون سنة، وحكينا سميناه مستتر لأنه أنا المعلومات اللي بملكها عنه قليلة جدا، بس يا دوبك إنه بعض البكتيريا بعض الطحالب. عندنا دهر الحياة الظاهرة قلنا العمر تبعه بيمتد من نهاية الحياة المستترة إلى الآن، يعني إحنا هلأ وين عايشين؟ بدهر الحياة الظاهرة. هلأ قسمناها لثلاث فترات زمنية، سمينا كل واحدة حقبة، قلنا الحقبة هي فترة زمنية مش محددة، قلنا حقبة الحياة القديمة سميناها اللافقاريات، المتوسطة الديناصورات، والحديثة اللي هي حقبة الثدييات. رح نبلش بحقبة الحياة القديمة اللي هي اللافقاريات. أنا لما أجي أسألك يا مس قد إيه عمرها، أنت فعلياً ما بتقدر تعرف قد إيه عمرها، تقول لي سنة سنتين 100 سنة 3000 سنة، ما بتقدر تقول لي قد إيه عمرها، بس ممكن تقول لي إنه هي الحقبة هاي ظهرت في نهاية الحياة المستترة وإلى واستمرت لأمتى؟ لبداية الحقبة المتوسطة. هاي الفترة كانت اسمها حقبة الحياة القديمة، من نهاية ظهر الحياة المستترة إلى بداية الحقبة المتوسطة. واضح إنه اسمها اللافقاريات، يعني ظهرت فيها الكائنات اللافقارية. أول كائن لافقاري عندنا ظهر كان من جماعة المفصليات اللي أخذناها بالوحدة الأولى، إلها هياكل صلبة. بدك تحفظ مثال عليها اسمه ترايلوبيت. هذا الترايلوبيت كائن انقرض، أنا هلأ مو موجود عندي، بس هذا الكائن من الأحافير تبعته عرفوا إنه تقريبا هيك بيكون شكله. وبعدين ظهرت عنا يا مس النباتات اللابدرية، مثل شو؟ مثل السرخسيات. في نهاية الحقبة ظهرت عنا الفقاريات اللي هي الأسماك، فحكوا العلماء هون خلص استوب، حنسمي الحقبة اللي هي اللي بعديها. ليه؟ لأنه بلشت كائنات جديدة تظهر عندي، ففي نهاية الحقبة ظهرت الأسماك وخلص انتقلنا لحقبة مين؟ الحياة المتوسطة، وأشهر الكائنات التي ظهرت اللي هي الديناصورات، عشان هيك سميت بحقبة الديناصورات. لو سألتك قد ايه عمرها أو امتى ظهرت، بتقول لي نهاية الحقبة القديمة لبداية الحقبة الحديثة، نهاية الحقبة القديمة لنهاية الحقبة أو لبداية الحقبة الحديثة، هاي الفترة اللي مرقت فيها. أهم الكائنات التي ظهرت عندنا الأصداف الملتفة مثل الأمونيت، برضو هذا كائن انقرض مش موجود هلأ عندنا، وإحنا تعرفنا عليه من خلال الأحافير. ظهرت عندنا الطيور، الزواحف مثل الديناصورات، وظهرت نباتات معرات البذور مثل الصنوبريات. هلأ بس بلشت تظهر عندنا الثدييات، قرروا إنه يحطوها بحقبة لحالها اللي هي حقبة الحياة الحديثة، واستمرت هاي الحقبة من نهاية الحقبة المتوسطة إلى الآن، يعني إحنا هلأ وين عايشين؟ بحقبة الحياة الحديثة. يعني حقبة الحياة القديمة والحقبة المتوسطة ما كان في إنسان، أنا بس تعرفت على الكائنات من خلال الأحافير تبعتها. فأهم إشي بيميز هل هي ظهور الثدييات وأهمها الإنسان، وكل الثدييات اللي بتعرفها، أرانب، قطط، نمور، أسود، اللي بدك إياه. وظهرت النباتات الزهرية زي الموز البرتقال، الليمون، التفاح، اللوز، هاي القصص. في عنا يا مس إحنا هذا الشكل بيمثل لنا اللي هو بسموه هذا سلم الحياة أو سلم الزمن الجيولوجي، بحط لنا تحت الأحداث القديمة اللي هي دهر الحياة المستترة، وكل ما طلعت لفوق بصير أحداث، يعني حقبة الحياة القديمة، بعدين المتوسطة، بعدين الحديثة. أنا قلت لكم ما حنحطه على شكل سلم، حنحطه على شكل عمود، وبصير تحطه على شكل دائرة، بس يفضل على شكل عمود. فشوف أنت كيف ممكن تعمل هذا العمود. أنا جبت لك سؤال، رتب الكائنات الحية الآتية من الأقدم إلى الأحدث حسب ظهورها. تيجي بتعمل لي عمود على حسب عدد الكائنات اللي عندك، هون عندنا كم واحد؟ عندنا 7. طبعا بصير تعمله بشكل عمودي او بشكل افقي زي ما بدك، يا اما بتعمله بالعرض او بالطول حسب الوسع اللي عندك. هون عندنا بتطلع عليهم تقراهم كلياتهم، دب، امونيت، ترايلوبيت، الديناصورات، اسماك، لوز، سنوبر. انت عارف ان ترايلوبيت اول كائن ظهر بالحقبه مين؟ القديمه، فبتيجي بتحطه بالاسفل. فانا كشخص
باجي بلاقي ترايلوبايت اخر واحد، بعرف انه هو شماله هو الاقدم، هو اللي ظهر باول حقبه. بعد هيك بتيجي الاسماك والامونايت والديناصورات الثلاثه وين ما كانوا بالحقبه اللي هي المتوسطه، بس عفوا الاسماك بالحقبه القديمه، عشان هيك بتحطها بعد الترايلوبايت، هي في نهايه الحقبه القديمه، اذا ترايلوبايت بعدين اسماك في نهايه الحقبه القديمه. نيجي الامونايت والديناصورات والصنوبر، هذول الثلاثه امتى ظهروا؟ في حقبه الحياه المتوسطه. بس بتيجي بتحكي مين اول وحده ظهرت؟ الامونايت، بعدين الديناصورات، بعدين الصنوبر. طبعا لو خربشت بيناتهم وحطيت وحده قبل وحده ما في مشكله، المهم الثلاثه نعرف انهم باي حقبه، بحقبه الديناصورات، عفوا بالحقبة المتوسطة. بعد هيك بنيجي للدب واللوز اللي هم بحقبة الحياة الحديثة، وبرضه لو شقلبت بيناتهم ما في مشكلة. هلا عشان اتأكد انك انت عرفت تجاوب صح بدي تحل لي اسئلة، بس قبل هيك بدي احكي لك شغلة. هلا لو انا سألتك سؤال، هل ممكن الاقي احفورة لترايلوبايت وديناصور بنفس الصخرة؟ المفروض تحكي لي لا. ليش لا؟ لانه هل الترايلوبايت عاصر الديناصورات؟ عاش معها؟ ما عاش معها. كيف بدي الاقي لهم الاثنين احافير بنفس الصخور؟ بتقول لي لا، لانهم ما عاشوا مع بعض. ترايلوبايت ظهر بالقديمه وانقرض وبعدين اجت عنا الديناصورات. بس لو قلت لك مثلا احفوره ديناصورات واحفوره اللي هي مثلا اللي شو اسمها السنوبر، بتحكي لي اه ممكن لانهم ظهروا بنفس الوقت. عندك واجب تحل لي اياه لصفحه 113 وتبعت لي اياه. يعني اتمنى انكم ترسلوا له الحل اليوم معكم بالليل انت اي وقت بدك اياه، بس عشان الحق بكره اكتب اسماء اللي حلوا. ويعطيكم العافيه يا شباب.